تدي تيشرتات بيضاء مكتوب عليها باللغه الانجليزيه بيس السلام، سينزلون الى استاد او ارضيه ملعب استاد برج العرب، سينشرون بعض الكرنفالات، مشهد للكره الارضيه، علم النادي الاهلي، علم اتلتيكو مدريد، وفي الختام بشكل عام كلها استعدادات خاصه لطبعا المرحله الحاليه ومباراه الاهلي واتلتيكو مدريد. لكن سريعا قبل ان اعود الى الاستوديو، معي في هذه اللحظات طبعا الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي، يريد ان يدلي بحديث في هذا الحوار قبل انطلاق هذه المباراه، مباراه الاهلي. استاذ عصام برحب بيك هنا من داخل استاد برج العرب مع زميلي العزيز الاستاذ تامر صقر. طبعا حاجه جميله، وطب مسيلي على تامر وكل اللي معاه في الاستوديو. الحقيقه هو يوم خاص جدا، انا بس يعني طلبت الكلمه عشان اقول لهم اقسم بالله ما في حد في الملعب مش فرحان، ولقينا يعني بين جماهير الاهلي جماهير أندية أخرى. صدقوني يوم عظيم جدا، والناس بيقولوا كلام مهم، أنه يعني رغم أن مصر لازالت تبكي شهدائها، لكن الحياة في مصر لن تتوقف. سبحان الله أن رسالة السلام ضد الإرهاب تأتي ودماءنا لا زالت سخنة، شهدائنا في الجنة. البلد دي محدش هيطفي اللمط فيها، بالمعنى الدارج لكل مواطن المحروسة وأشقائنا العرب اللي هم أكثر حرص إن من قلب العروبة النابض بينقلوا نفس العنوان بعيدا عن كرة القدم وفعالياتها. عايز أقول لكم إنه هو فعلا عنوان مهم جدا، البلد دي ومحيطنا العربي محدش أبدا هيقدر إن شاء الله يطفئ كل ضوء أمل، رغم ان احنا بنشعله بدماء شهدائنا كلهم ابرار كلهم في الجنه، ولكن ان الاوان ان الشعار ده يستمر. انا عصام الكاتب الصحفي، وانا معاك بتكلم معاك يمكن في خلفيه الصوره زي ما احنا شايفين الجاليات العربيه ماسكين شعار السلام بيس بالنسبه للسعوديه، الامارات، الكويت، عمان، كل دول الخليج العربي متواجده هنا في ارض السلام في مصر. هذه الصوره واحنا مع بعض وفي خلفيتها كمان جماهير النادي الاهلي، رساله اعتقد توصل للبعض عشان يبقى عارف ان احنا في مصر كلنا بالتاكيد ضد الارهاب وضد العمليات التخريبيه اللي بتحصل في الوطن العربي في مباراه عالميه، عشان توصل رساله للعالم اجمع. حرص الاشقاء زي ما كنت لسه بقول يا زميلي وصديقي العزيز، حرص الاشقاء رغم ان لديهم الكثير ربما من المهام، خليجي 23 في الكويت، نتمنى لها التوفيق طبعا بطولتنا العربيه الخليجيه، لكن الكل حريص ان يعلن من ارض المحروسه قلب العروبه النابض ان السلام سيظل ضد الارهاب بايدينا وشهدائنا في الجنه. اوعوا يفكروا ابدا ان ممكن حد يكسر الوطن العظيم ده. انا بشكرك وبالتوفيق والقادم افضل باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا زميلي تامر.